طيب تعال نروح عشان نعقب شويه على الماتش بالامس وبرده تكريم محمد صلاح، نروح معانا على التليفون. التليفون جاهز يا جماعه؟ طيب الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي معانا على التليفون. يا استاذ حسام صباح الخير، واقول مبروك ولا اقول ايه؟ طيب لا نقول مبروك. هو مبروك طبعا لمنتخبنا الكبير، ودي كانت نقطه يمكن احنا قبل كده في السابق حصل مرتين ان كنا بنخفق في اول مباراه وكان بيحمل عبء كبير على المدير الفني، ولكن الحمد لله طبعا احنا رغم ان في تحفظات كتير واسئله كتير كل الناس سالتها، الا ان احنا الحمد لله اقتنصنا الثلاث نقاط، ودي حطتنا بشكل جيد وايجابي على طريقنا الصحيح، وان شاء الله ربنا يسهل. يعني يا مصطفى تحفظات حضرتك الشخصيه ايه وانت امبارح بتتفرج على الماتش؟ كنت مستني ايه ومتوقع ايه ولقيت ايه بعد انتهاء المباراه؟ انا كنت عايز اشوف منتخب مصر واحد. يعني انا كنت لا الرد ده كافي واحد. على فكره انا كنت عايز اشوف منتخب مصر، ان منتخب مصر كبير قوي، بنملك عناصر جيده جدا، عندنا محترفين بشكل محترم وعلى راسهم محمد صلاح. اكيد احنا كافيين ان احنا نقابل نواجه اي فريق على فكره، يعني تاريخنا الكبير 7 بطولات اللي فاتت، ما ينفعش ان انا يعني انا ما بعتبرهاش ان هو خاف، انا حسيت ان الـ يعني انا اسف الجهاز الفني واللاعبين كانوا يعني ما اعرفش هل مرعوبين مثلا. احنا امبارح كنا غنية لو لاحظتوا حضراتكم ان نبي كايتا كان هو اكتر لاعب فعال، يعني صحيح احنا لو كنا احنا حتى عملنا رقابه عليه كويس القصه، انا من وجهه نظري يعني انا بيتهيألي كان الجيم هيبقى مفتوح اكتر من كده بكتير، لان الباقي كل بقيه اللاعبين الغنيين ما كانوش يعني اللي هم فوق الطاقه او فوق طاقه لاعبينا يعني. طب فبصراحه احنا كنا عايزين نشوف جيم مفتوح، عايزين نطمن. احنا هي المشكله ان الشارع الرياضي المصري متعطش ان يشوف منتخب واقف على رجليه، لان احنا في ناس كتيره مش بتبص لدي، احنا ليه متحفظين او ليه زعلانين؟ ان ماذا لو تاهلنا لكاس العالم؟ ايش الشكل؟ هيبقى شكلنا ازاي؟ هنواجه الدنيا ازاي؟ فاحنا من دلوقتي اما بيكون فريق مش هو مستوى مش فوق منتخب مصر واحنا كده، طبعا احنا لازم طبعا هنقول ان دي اول مباراه الكابتن ايهاب طبعا عايز يحافظ على شكله، عايز يحافظ على شكل جهازه الفني، على اللاعبين هيلعب. طب بس طبعا فيما بعد لازم ده كل ده يتغير، لازم احنا يبقى عندنا زي ما حضراتكم قلتوا والناس كانت بتطالب ان انا ابقى عندي مهاجم صريح، لازم يبقى في لاعب يشغل محمد صلاح عشان نستفيد منه، ما ينفعش محمد صلاح يروح يجي مصر او يشارك وبعد كده يمشي واحنا ما استفدناش منه. احنا كنا زمان لو حضراتكم عارفين كان بيبقى مثلا لو نفتكر حتى ايام بيبو تلاقي الخطيب مع مصطفى عبده مكسرين الدنيا. صحيح طبعا. يعني انا لو لازم الاقي حد اللي يخدم على صلاح ولاعبين تانيين يفتحوا الملعب هنلاقي منتخب مصر حاجه يفرح، فانا لازم بدل ما ابقى خايف انا كده كنت مرعوب مش خايف. فطبعا يعني يا استاذ حسام دي ما نقدرش نقول البدايه اللي كانت متوقعه، رغم ان تصريحات كابتن ايهاب جلال قال لك لا هي دي او ده الجيم اللي انا كنت شايفه، انا كنت شايف سير المباراه هتكون بهذا الشكل، فهنا هو احنا رؤيتنا هو مختلفه عن كابتن ايهاب بمعنى اصح. ما احنا رؤيتنا مختلفه ان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا متعطشين، هو بيلعب بقى كمدير فني لاول مره بيمسك هو بيشارك القياده، فطبعا هو عايز يمشي بخطوات دماغه بحيث ان انا احافظ على نفسي وامشي، ولكن دي ممكن توقعني في حاجات ثانيه. يعني احنا كنا اما احنا هنا في القاهره متحفظين بالشكل ده. طب هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل ايه في ملاوي يوم الخميس اصلا؟ بالظبط اكيد هيبقى في ملعب غير ملعبنا، جماهير، حاجات ثانيه كتير احنا ما مش متوقعينها ممكن تحصل تاثر على نفسيه اللاعبين. صح صح. ساعتها يعني هيبقى في يعني نقدر نقول ان البدايه، يعني لو حضرتك هتعقب لنا كده استاذ حسام، البدايه مقبوله بمنتهى مقبوله. اوكي فير انف، برضو فير انف. طب فكره هنا برضو انت شفت طبعا تكريم محمد صلاح
واحنا لسه انا وكريم كنا بنتكلم في النقطه دي، وحضرتك اكيد عندك هذه المعلومه اللي انا كنت بقولها في الاول، ان هو اصلا ما كانش نادي ليفربول يعني محبب ان محمد صلاح يلعب اصلا هذا الجيم، لان هو عنده مشكله في رجليه لسه، هو رفض ان هو يعمل سكان عليها قبل المباراه عشان يشارك. فبرضه اللقطه دي او اللفته دي اعتقد محترمه جدا منه، فخليني اخد تعقيب منك فيها. اتفضل يا استاذ حسام. شيء طبيعي، محمد صلاح نجم كبير وهو يعتبر بعد المدير الفني هو القائد. صحيح. وجوده بيدي طمانينه كبيره جدا. وعلى فكره وهرجع تاني برضو افكر حضراتكم، كابتن محمود الخطيب كان بينزل وهو مصاب ورابط رجله، لان اللاعب المهاري الكبير او المطلوب كان بيحطه حواليه ثلاث او اربع مدافعين، فهو بيفضي باللغه يعني صحيح. الملعب لبقيه اللاعبين، فهو حتى ممكن بالاطمئنان بوجود محمد صلاح هيعمل حاجات كتيرة قوي، وفي نفس الوقت يبقى هو فاهم يحافظ على نفسه ازاي. ده لعيب كبير، لعيب عالمي، فده شيء طبيعي ان هو يبقى منه. ده ابن مصر وهو قائد المنتخب الحقيقي، وده منتظر منه وشيء طبيعي. هو فاهم وجوده قد ايه مهم في اول مباراة، ان ده هيربك طبعا شيء طبيعي المنتخب المنافس، وهيبقى يعني هيساهم في تحقيق الخطة الموضوعة في التغلب على المنافس. تمام، احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا جزيل الشكر، وان شاء الله نشوفك على خير، تيجي بقى تنورنا باذن الله في الاستوديو في اقرب فرصه باذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا.